مساء الخير. النهاردة معدنا مع المنهج العلمي للتراث وآليات فهم النص القرآني. هل التجديد بينبع من أن النص يجب أن يعاد قراءته لكي يتوافق مع الواقع؟ هل الفقر وغياب التنمية مسؤولين عن جزء من الإرهاب والتطرف؟ هل هناك عوامل مختلفة تساعد على التطرف والإرهاب؟ قد تكون سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية؟ أم لماذا ينتشر التطرف؟ لماذا تعاني المجتمعات العربية من الأفكار الظلامية المتطرفة؟ معنا الآن واليوم واحد من فرسان التجديد، واحد من فرسان الذين وهبوا نفسهم للدفاع عن صحيح الدين، الشيخ محمد عبد الله نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بين عني فإنني لا أحسن البيان، وبلغ عني فإنني لا أحسن البلاغ. المنهج العلمي لنقد التراث. أي دين أو أي منظومة فكرية تحتاج كل فترة لعمل أبديت، تعمل تحديث لهذه النسخة، ولكن للأسف الشديد تعاني الأمة الإسلامية وبخاصة المنهج المذهب السني من إغلاق باب الاجتهاد ومعاداة الفكر منذ 8 قرون. نقدر نقول إن هناك مذاهب أخرى كالمذهب الشيعي والإباضي وغيره، كل فترة بيتم فيه تجديد. يعني على سبيل المثال في المذهب الشيعي عندهم لا تقليد لميت، وعندهم باب الاجتهاد مفتوح. يعني لا تقليد لميت، المرجع الديني اللي هو موازي عندنا للشيخ أو الفقيه في المذهب السني، قصاده في المذهب الشيعي اسمه المرجع أو آية الله، إذا مات ينقطع فكرة اللي هو الأخذ منه تقليده، يقلده الحي. وهو في الحقيقة أن الأزمة أعمق من فكرة المذاهب، لأن احنا الإسلام ما فيهوش مذهبيات، ولكنها جماعات سياسية اتخذت شكلا دينيا، كل يخدم على مذهبه السياسي بصبغة دينية. زي ما في ناس بيبقى عندها نهج اقتصادي وتخدم عليه بفكرة دينية. إذا كنت أنا رأس مالي وأنا الذي أحكم، فألوي عنق النصوص الدينية لأجعلها توافق المنهج الرأسمالي، لأستعبد الناس وأسرق قوت يومهم وأدعوهم إلى الصبر تحت مسمى أن هذا قضاء الله وقدره، وأن الله قد قسم الأرزاق وكتب عليك أن أنت تعيش شحات وفقير طول عمرك، وكتب على الغني أنه يسرق نصيبك من الثروة، وعليك أن تصمت وتسكت ولا تعترض على الله، وفي النهاية أنت ستدخل الجنة قبل هذا الغني أو الرأسمالي الذي سرق قوت يومك، هتدخل قبله 500 سنة. طب ما تخلينا احنا الاثنين نعيش كويس ونخش الجنة سوا، مش عايزين، أنا مش مستعجل، أنا مستغني عن 500 سنة الزيادة دول، بس اديني حقي في الثروة والسلطة هنا في الدنيا، ما عنديش مؤجلات. للأسف الشديد يجب
يعني البعض خلط بين التراث الديني وبين الدين. تيجي تسأل لو واحد، وإحنا طلبة في الأزهر زمان كنا يبقى معنا كتاب فقه أو حديث أو تفسير أو سيرة أو تجويد، فتيجي تقعد على الكتاب أو تلعب بيه أو لو نعمل أي حاجة فيقول لك حرام عليك ده كتاب ديني. النص الديني هو القرآن، وكل العلوم التي نشأت حوله اسمها اسم فكر ديني. فعلى سبيل المثال أول علوم نشأت في القرن الثاني والثالث الهجري كان علم أصول الفقه. كان رجل السلطة السياسية بيستخدم النصوص الدينية مباشرة. ليه؟ لأن كان الحاكم كان وقتها هو في نفس ذات الوقت فقيه دين، يعني شيخ درويش. فتجد على سبيل المثال بعد تولي معاوية بن أبي سفيان السلطة طلعت منظومة اعتقادية من ضمنها القضاء والقدر. عمل ليه القضاء والقدر؟ هو الرجل واخد السلطة السياسية بالسيف، فعشان ما حدش يتمرد عليه يسأل الناس انتوا ايه رأيكم في خلافتي؟ لو قالوا له وحشة يبقوا ماتوا. فيقولوا له يعني انت، فعملوا ولاية المتغلب، المتغلب بالسيف اللي هو خد السلطة السياسية بالسيف. طيب هو مين اللي بيولي الحكام؟ الله. يبرز لك اكبر سلطة في الكون، عشان لما تيجي تعترض انت تعترض على مين؟ اعترض على ربنا بقى. فعملوا منظومة القضاء والقدر حتى وصل في عهد الدولة العباسية اللي كان فيه خليفة من الخلفاء عمل امتحان للناس للفقهاء، شايفهم كويسين يعني ولا لا. فسألهم وانا لو رميت الراجل ده من فوق السور ومات أبقى انا عملت حاجة؟ قالوا لا، قضاء اذا عاش ده قضاء ربنا وقدر، واذا مات برضو قضاء ربنا وقدر. فوقع من فوق السور الطبيعي انه هيموت فمات. فابتسم وقال للفقهاء ايه رايكم؟ قالوا هذا قضاء الله وقدره وانت سبب جعلك الله لتنفيذ هذا القضاء. ونعم بالله. اعترض بقى بالظبط لما انا اجي اعترض على نهب الاموال والثروات يقول لك انت عندك حقد طبقي ومعترض على تقسيم ربنا. وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. درجات في ايه؟ ما يقولكش. لو كمل ايه بعدها يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ملهاش دعوه بالايه؟ بالفلوس خالص، لان الله سبحانه وتعالى لا يتولى وزاره الماليه، الله لا يتولى سلطه سياسيه، الله لا يجلس على خزائن البنك المركزي ولا الثروات الطبيعية. الله خلقنا وأودع في الأرض قانون الأسباب ونحن نفعل قانون الأسباب. فللأسف التراث الديني من كثرة الترداد والتكرار أصبحت له قداسة دينية. فانزل في الشارع اسأل على البخاري، يظنون أن ما كتبه البخاري ليس نقلا للبخاري ولكنه وحي سماوي. كمان تفسير كتب التفسير، تفسير ابن كثير، تفسير كذا، يقول لك انت هتعرف اكتر من ابن كثير ولا القرطبي ولا كذا ولا كذا. طيب احنا محتاجين منهج علمي لنقد، محتاجين منهج علمي لنقد هذه العلوم اللي هم سموها علوم. نشوف مثلا علم منهم زي علم الحديث. علم الحديث اللي هم عملوه علم، تعالوا نشوف الـ 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 الشكل اللي هم قالوا عليه علمي وبنوه بيه. أول حاجة هم بنوه على حاجتين، علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. علم الحديث دراية ركنوه على جنب وده اللي هنتكلم فيه، والتاني علم الحديث رواية اللي هو سلسلة رجال الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول
صلى الله عليه وسلم. طيب منين جابوا المنهج ده؟ قال لك نحن نقلنا الأخبار ووثقناها، وعملوا جنبه علم تاني اسمه علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، اللي هو يقول لك الراوي ده كان صادق ولا كذاب. يقول لك صدوق وثقة، دي ما اسمها مراتب التعديل، صدوق وثقة وثبت وحافظ. مراتب التجريح اللي هو يعني يقللوا منه ما ياخدوش بروايته، يقول لك مثلا مدلس، كذاب، يهم يعني بينسى، اختلط عليه في اخر عمره. جميل قوي، ده اللي بنيتوا عليه علمكم. طيب يجي ناخد نموذج زي الامام البخاري، اصح كتاب بعد كتاب الله زي ما بيقولوا. الامام البخاري جمع 600,000 حديث، هو ولد الاول 1196 هجريه، وكان اصله فارسي. من أوزبكستان، إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، من بلد اسمها بخارى. هذا الرجل سنة 220 هجريا قرر، وهو طبعا الأول قلنا لكم أنه هو فارسي، اسمه الأخير يدل أنه من أصل غير مسلم، محمد بن إسماعيل البخاري بن بردزبة، اسم مش عربي خالص، طبيعي ان هو ما يتقنش اللغة العربية، كمان ما عندوش تسريبات ولا تسجيلات زي بتاعت فلان الفلاني من النبي بصوت النبي انه قال الحديث ده، ما عندوش. وما عندوش ورق مكتوب، يعني احنا النهاردة ما نيجي نتكلم عن نص القرآني هتلاقي نسخ من القرآن، اخر نسخة اكتشفوها البعثة الألمانية في اليمن كان ترجع لسنة 40 هجرية، لكن عايزين بقى مخطوطات من كتب من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ولا لماذا لم تدون؟ مش هي وحي سماوي كالوحي السماوي اللي هو القرآن، لماذا لم تدون؟ فجن البخاري قرر انه يجمع هذه الأحاديث، فقرر انه يقوم بجولة، خد بالك الكلام ده سنة 220 هجرية، وسيلة النقل الموجودة دي في الوقت ده ايه؟ حصان، حمار، او مكنسة الهوى، زي ما شيخ الاسلام ابن تيمية قال ان الانسان ممكن يركب المكنسة في الهوى والطير بيه، وكمان ممكن يكون وقتها في مراكب. فعمل رحلات الى مكة والى مصر والشام، وقابل كل الناس دول، وسمع 600,000 حديث، وكان يصلي ركعة يعني ركعتين على كل حديث، ويأتيه النبي في المنام ليقول له هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. طبعا صحيح أم ضعيف، 600 يعني ركعتين في 600,000 حديث يعني 1,200,000 ركعة. وكمان كان بيتوضى يعني 600,000 وضوء، وكمان كان بينام ويجيله النبي. يعني هنقول انه كان الراجل ده سريع النوم زي حالتنا، يقعد يعاني 5 6 ساعات، كان اول ما بيعمل كده بينام والنبي حاضر له على باب شباك السرير، يعني يجيله في المنام. فيبقى عندنا كمان 600,000 رؤية منامية، بقى عندنا 1,200,000 ركعة، وبقى عندنا كام؟ 1,200,000 وضوء وإيه؟ ورؤية منامية. طيب خلينا، كل ده كان بيحصل في دقيقة، يعني الوضوء في الوضوء والنوم في دقيقة، بقى عندنا كام؟ بقى عندنا 2,400,000 دقيقة. حد بيعرف الحساب؟ يحسب لهم لنا. كمان كان بينتقل من بخارى إلى مكة اللي هي بالطيارة دلوقتي ما ظنش انها تاخد اقل من 10 ساعات غير الترانزيت، صح كده؟ ايوه. وبعدين بقى امعانا في هذا التضخيم والتفخيم،
المخالف لكل، مش بقى مناهج علمي ايه ده، المخالف لاي واحد بني ادم كان عنده عقل يصدق الكلام ده. كمان راح بلد وبعد ما سافر راح لقى الراوي، شوفوا بقى عشان يسبكوا القصة، راح لقى الراوي عامل حجره للجمل وفيه شوية بلح وعمال ينادي على الجمل، فبص في حجر الراوي لقى حجر الراوي فاضي، فقال ونعم بالله كذب على الجمل فقد يكذب على رسول الله، ورجع وما خدش الحديث. النهاردة أنا عشان أسافر من محافظة لمحافظة، ده في ناس محبوسة في اسكندرية مش عارفة تيجي، في القرن 21 اللي فيه مطار برج العرب وفي طريق سريع ما شاء الله حر، و بتتكلم مين في طرق غير ممهده و و و. ثم نعرض هذا المنهج اللي قاموا بيه اللي هو انهم وثقوا الاخبار عن طريق نقلها عن اشخاص وكانوا على الهوا بقى. والله محمد عبد الله النصر ده حبيبهم تلاقي له 6000 حديث. محمد عبد الله النصر ضد السلطه السياسيه يبقى لا تجوز الرواية عنه. لا تجوز الرواية عنه. فنلاقي على سبيل المثال الإمام علي أول واحد ممن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش غير 10 أحاديث. طب السيدة فاطمة اللي هي بنته وعاشت معاه 28 سنة ولا حديث. طب خديجة زوجته اللي عاشت معاه 25 سنة ولا حديث. لكن أبو هريرة اللي هو مين أبو هريرة؟ بلح، محدش يعرف، وإحنا في الكلية وفي الثانوي وفي الإعدادي، هو عبد الله بن صخر بن الدوسي أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف العلماء في اسمه واشتهر، الشيخ كان بيقول لنا كده في الكلية، واشتهر باسم أبي هريرة لأنه كان يضع هرة في كمه. أتحدى الشيوخ وعلى رأسهم المدعو أحمد عمر هاشم اللي طبعا ما يقدرش يتكلم في صحيح البخاري لأنه واخد دكتوراه في البخاري، فلو طلع البخاري غلط هو مش هياكل عيش وهيطلع ضل الأجيال بأكملها، أنا واحد منهم كنت فاكره أستاذ وهو لا يفقه شيء في أي شيء. أجي النهاردة أسأله هات لي معلومة واحدة عن أبو هريرة، أي حاجة يا راجل، مفيش مفيش. وإيه كمان كان من المبالغة أن أبو هريرة عنده وعاءين من العلم، يقول لك حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، حدثت بواحد يعني قلت واحد وكتمت واحدا ولو قلت به لقطعت رقبتي من هنا إلى هنا. يعني كمان مداري نص وحي أو نص إلهي اللي وحي مداري ما قلتهوش، مش دي خيانة للأمانة ولا إيه؟ نشوف المنهج اللي هم خدوا بيه ده هل موافق حتى للقرآن ذاته؟ لا. ناخد أول نقطة، هم اعتمدوا في منهجهم على ايه؟ على النقل عن اشخاص عن اشخاص عن اشخاص فيما يعرف باسمه التواتر. طيب انتوا قلتوا ازاي ان احنا ناخد عن ده ونسيب ده؟ يقول لك اصل فلان ده صادق وفلان كاذب. جميل؟ طب فلان الصادق خدته عنه عرفته منين انه صادق؟ هل يوجد جهاز حتى الآن يكشف عن نوايا الإنسان وباطنه؟ طيب يمكن البخاري ومن جمع أصحاب المنهج العلمي أو المنهج ده في نقل التراث عندهم غيب بيعرفوه. تعالوا نشوف الله سبحانه وتعالى في نص ينسف علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل من أوله لآخره، فيجي يقول يا ربنا سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب، ركزوا في النص كويس، وممن حولكم من الأعراب منافقون. ما اللي يا ريت اللي واقفين يتفضلوا الكراسي بدل اللي واقف بيصوروا، لا اللي واقف يقعد جنب مكان على شكل املأ المكان، املأ على الترابيزه ولو تقدروا تشغلوا لنا التكييف ولا انا بس اللي حران. حضرتك اقلع الجاكيت يا استاذ. ده غزل المحل غالي عليا ما شاء الله.
وما يضطهدون وممن حولكم من الأعراب منافقون في المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. السلام عليكم. كراسي كتير ما تقطعش عشان نكمل المنشئ ما اعرفش لا لا تعالى هنا مشكلتي مش فيها شوف انتوا كراسي زيي ناس كتير ما اعرفش وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق مين يعرفهم بقى النص بيخاطب مين بيخاطب النبي ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم مين اللي مش عارفهم؟ النبي محمد نحن نعلمهم اللي عارفهم مين؟ الله يبقى مين الوحيد اللي له اطلاع على خبايا النفوس؟ الله ولم يعطي توكيلا لا للنبي محمد وإذا لم يكن قد أعطى هذا التوكيل للنبي محمد الطبيعي أنه ما ادهوش للبخاري ولا مسلم ولا ابن كثير ولا أي مخلوق عشان يقدر يقول أن أنت فلان صادق أو كاذب أو كذا أو كذا دي أول نقطة. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم معلما إيانا منهجا علميا لفوق لفوق لا مش دي لفوقها ألا وهو عدم الاهتمام بالقائل والاهتمام بالمقول يعني يجي يقول لك ايه خبر في الجرائد او في التلفزيون او انا بجربها مثلا يعني ابقى كنت قاعد في مره وواحد ما يعرفش انا مين فواحد بيوري له خبر عني يا راجل انا اسمع لمحمد عبد الله ده يا عم ده اسمه ميزو وشيعي وشيعي لا والاول يهودي عشان رحت المعبد اليهودي في وسط البلد وصليت هناك وبعدين شيعي وبعدين شيوعي وبعدين انا راجع من مرجع من فرنسا ان شاء الله بقى صليبي الصليبي وشويه يعني ملحد بضحك انا بقى انت عارفين بدخل على مثلا المواقع الاخباريه واقرا الخبر اضحك ليه الاقي تعليقات واحد ايه كاتب يا اخي هو في شيخ اسمه ميزو ازاي تسمعوا له لاقي واحد فيه 500 جاهل عاملين له لايك على الكلمه اللي كتبها دي يعني معناها ان في 500 بني ادم ما عندهمش منهج علمي لان المنهج العلمي اللي ربنا قاله لك في القران بيقول ايه بقى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ في المجتمع المصري نعمل ايه نقول ايه ده فاسق ما تاخدوش منه لا ربنا بيقول العكس فتبينوا يعني اعرضوا ما قاله هذا الفاسق اللي الناس كلها عارفه انه فاسق اعرضوه على العقل وانظروا لعله صوابا ويكون صحيحا ده منهج جميل جدا وقد يكون كلام الصادق خاطئا انت بتحب فلان فتلغي عقلك عشان تسمع فلان فهم مثلا جابوا منين ان هم الشخص ده عشان صادق يبقى كلامه صحيح وهضرب لكم نموذج الاسناد بتاع حديث لا يحب احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ده حديث جميل جدا على فكره انا عارف ان النبي ما قالوش لان النبي ما قالش حاجه غير النص القران لكن الحديث ده تخيلوا ان الحديث ده ضعيف ده ضعيف وحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله صحيح بذمتك اللي بيدعو للقتل والدم ده يودينا للنقطة الثانية اللي قلت لكم في الأول عملوا بنوا العلم الحديث مثلا على علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية علم هم خدوا الرواية وسابوا الدراية الدراية اللي هو متن الحديث اللي هو نص
نص الحديث اللي هو اللي بيبتدي من اول قال رسول الله 1 2 3 4 ده اسمه الايه المتن اللي فوق ده اللي هو عن فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان ده اسمه الايه الاسناد اسمه علم الحديث روايه اللي تحت ده اسمه علم الحديث درايه سابوا اللي تحت ده خالص ما عملوش فيه حاجه وكان المفروض يتعمل علم اسمه علم نقد المتن مش شرط عشان الكلام جاي عن يقول لك عن ابو بكر انت ترد كلام سيدنا ابو بكر طب عن عمر عن علي عن عثمان عن ابو هريره عن عائشه ما يهمنيش المهم متن الحديث يتطابق مع النص القرآني ام لا ده العلم اللي انتوا عملتوا بيه اصلا او اللي القواعد العلميه اللي انتوا بنيتوها مخالفه للنص القرآني من طقطق لسلام عليكم كذلك مثلا في علوم التفسير حاجه لطيفه جدا تعالى في علم التفسير الإمام القرطبي بيفسر قول الله تعالى اللي هو هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على لقاء بيقول له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال الإمام القرطبي أن يكني العرب المرأة بالنعجة والبقرة فالكل مركوب يعني تفسيره لكلمة النعجة أنها تعني إيه؟ مركوب الأنثى وإيه المشترك بين الأنثى والبقرة والنعجة؟ أن الكل مركوب طيب بأي منهج علمي تكون كلمة نعجة تساوي إنسان كامل خلقه الله وكرمه لأن ربنا قال ولقد كرمنا الذكور قال ولقد كرمنا بني آدم طيب مش عارف في حاجه تانية كده نقولها واجر على الله استغفر الله قبل ما تقول القرطبي نقلا عن ابن عباس في سوره الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر غاسق اذا وقب ما خلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر غاسق اذا وقب معناها ايه يا ريت كانت كده كنت ما كنتش كسبت اقولها شايف وش احمر لا هتتقلع عشان يعرفوا الناس دول ارتكبوا جرائم قد ايه من شر الغاسق هو الغاسق هو ذكر الرجل اذا انتصب وولج في فرج المرأة يعني ربنا بيقول لك استعيذ من هذا الفعل شر غاسق اذا وقب ده كلام استحاله يكون ليه منهج علمي اتعامل بيه وانا كمان هجيب نموذج في سورة يوسف في سورة يوسف الكيد الذكوري من اخوة يوسف بدأ منذ اللقطة الاولى من اول اني رأيت ايه 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين قال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا اخوته كانوا كلهم ايه ذكور صح يعني وبعد كده خدوه ورموه في البير والقصة المحفوظة تيجي تظهر لقطة بتاعت امرأة العزيز ويقول العزيز هو اللي يقول مش الله اللي يقول الله يروي نقلا عن العزيز قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم مين اللي قال الله ولا العزيز العزيز في ناس سكتة الله ولا العزيز اللي قال هاتوا القصة كده هتلاقوا المحاكمة بدأت بيقول له ايه بيقول لهم انتوا روضتوا يوسف عن نفسه قالوا قال انا حصحص الحق قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يقوموا واخدين هذا القول في الكيد الانثوي ويعمموه على مش القران على السن على الدنيا كلها ويسيبوا الكيد الذكوري الذي ارتكبه اخوه يوسف ده كان منهجهم كمان في علوم ده كان في علم الحديث في حاجه بس في وقت للاسئله دخلت كم مرة وردت كلمة حواء في القرآن الكريم؟ ولا مرة.
جابوا منين حواء؟ حواء مش موجودة غير في التوراة، النص التوراتي. طيب كم مرة ربنا قال إن الأنثى خلقت من ضلع أعوج؟ بس في القرآن فين؟ ولا مرة. اللي ربنا قال بقى يبقى من نفس واحدة. من نفس واحدة، وبعدين أدي نفس واحدة هي. دي ورقة واحدة صح؟ صح ورقة واحدة تمام؟ لا مش ما تقلقش مش هتقطع. هذه الورقة هي ورقة واحدة ولكنها زوجين. أهي. الله خلق نفس واحدة ثم خلق من هذه النفس، لأن بالمناسبة النفس ليس فيها مذكر أو مؤنث. الجسد فيه مذكر ومؤنث، أما النفس البشرية ليست لا مذكر ولا مؤنث. لكن لما نعمل الورقة دي كده بقوا فيه زوجية. زوجية يعني إيه؟ يعني تناظر وتماثل في كل إيه شيء من أصل إنساني واحد. منين بقى جاب إن المرأة خلقت من ضلع أعوج؟ عشان كده يقول لك إيه، اضرب البنت اكسر لها ضلع يطلع لها 24، يطلع لها إيه 24. طيب فين القصة دي موجودة في القرآن؟ مش موجودة خالص. وربنا لما اتكلم عن آدم قال انه الجنس البشري. هو احنا لقينا في التراث ويقول لك ايه، ما رأيته من قصة عقل ودين. طيب الله عظيم وجميل، هل العظيم والجميل يخلق شيء ناقص؟ من أين جئت بنقصاء بكلمة ناقصة عقل؟ ده دي في بنقولها احنا كده. لو شركة عملت منتج فيها عيوب تصنيع بتسحبه من السوق وتعتذر للجماهير. كان في شركة عربيات قريب اكتشفت حاجة كده بعد استعمال العربية، فخدت ايه تويوتا او هونداي، رجعت العربية تاني من السوق واعتذرت للجمهور وعالجت العيوب الفنية اللي فيها. فانت تيجي تتهم الاله بانه خلق كائنا منقوصا. فاذا عرضنا التراث على مناهج البحث العلمي ومن ضمنها منهج زي منهج توثيق الخبر، يجي يقول لك ايه ده الدولة مش هتدفع معاشات من اول الشهر للناس. منين جبت الكلام؟ يقول لك اصل وزارة التأمينات قالت. فين الخبر؟ يقول له ما قريته يا عم هناك. زي ما تلاقي خناقة في شارع، اول واحد يقابلك يحكي لك قصة، خامس واحد، ودي من العادات المنتشرة في الأمة العربية بالذات اللي هو ايه بهارات القصة ويزودوها ويحطوا. تقول له عرفته منين يا عم؟ يقول له ما كله بيقول. يعني مين كله بيقول؟ في المنهج البحث العلمي في حاجة اسمها إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. فيجي يقول له ايه قال، عارف كلمة قال دي عشان تقولها معناها ان انت كنت حاضر. فلما يجي في حديث يقول لك قال رسول الله، لابد ان يكون الراوي ده كان قاعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام وسمعه. وبعدين ايه الراوي اللي سمع من النبي قابل واحد تاني قال له خد بالك وما نسيش، ولا في بقى ورق مكتوب ولا قال له، وبعدين قال للي بعده، وبعدين اللي بعده قال للي بعده، وفضلوا مستنيين البخاري لسنه 220 عشان يبتدي يكتب الكلام ده. هم قاعدين 220 سنة محدش كتب حديث واحد غير قبله الكتاب الموطأ للإمام. حتى الإمام مالك رفض أن يعمم هذا الكتاب. أنت بقى جاي تعمم علي هذا الفكر وتقول لي إنها مقولة الرسول، واللي يجعلك تتأكد أن هؤلاء الناس ما كانش في أي منهج. حديث طرح قبل كده في لقاء تلفزيوني والدكتور دافع عنه مع الدكتور مبروك عطيه، حديث في صحيح مسلم عن أنس أن النبي
استغفر الله العظيم. كان يطوف على نسائه التسع، خد بالك ايه تسعة، وفي رواية احدى عشر. عثمان بن عفان رضي الله عنه، صلوا على رسول الله. مصلين طبعا انشغلوا في ايه؟ فكرة زي الحاوي اللي في الشارع. كان يصلي في اليوم 1000 ركعة، وكان يختم القرآن مرتين. أين نحن منه؟ طبعا المصلين قاعدين بيعملوا كده على الشيخ فلان والشيخ علان. طيب حد كان يصلي ايه في اليوم 1000 ركعة ويختم القرآن مرتين؟ حد فهم حاجة من النص ده؟ ايه بقى؟ اللي كان بيصلي في اليوم 1000 ركعة ولا ويختم القرآن مرتين، يبقى فين الوقت؟ جميل. الكلام ده كنا زمان نقوله، ما كانش حد يفكر كده، كان الشيخ قال وحبذا بقى لو الشيخ حسان او الشيخ الحويني او عمرو خالد. 1000 ركعة ازاي يا عم الشيخ؟ 1000 ركعة في 1000 دقيقة يا عم، الركعة كده دقيقة واحدة، خليها دقيقة، ب 1000 دقيقة، 1000 دقيقة يعني 17 ساعة. ويختم القرآن مرتين، القرآن كم آية؟ 6200 يعني مرتين يعني 13500 آية. 13500 دقيقة بياخدوا كام؟ كل آية خدت نص دقيقة، خليها 6000 وي. بقى عندنا اليوم كام دقيقة بقى؟ أنت عاوز اليوم 48 ساعة، يعني اليوم ساعتها كان 48 ساعة، كان ربنا مبارك فيه. أيوه أيوه بارك فيه. يقول لك هو اليوم زي زمان، زي وأنا في الكلية كنا بناخد مادة اسمها الدخيل في آية التنزيل، يقول لك كان سيدنا آدم طوله 60 ذراع، ويقول لك القرطبي يقول لك ايه، وحتى ان رأسه كانت تحتك بالسحاب فورثت ذريته الصلع. انا من ذريته الصلع. خد بقى دي كمان، كان في طائفة في العصر ده اسمها القصاصين، اللي هم يحكوا ايه، يحكوا قصص في المساجد، زي كنت تخش تلاقي الشيخ بيحكي لك رواية من دي. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا جامع، فلقوا واحد بيقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان إن النبي قال من قال لا إله إلا الله. بصوا بقى كلها قال، ما فيش عمل، عشان تعرفوا إنه ترسم إنه أنوه ملوش علاقة بالقرآن.